تطور في اتجاه ايجابي لخدمه بلدنا والعالم العربي ان شاء الله. خليني في بدايه الحوار النهارده ارحب بضيوفي اللي موجودين معايا على المسرح، وبعد اذنكم عايز لو ما عندكوش مانع يعني كل ما اقول اسم ضيف من ضيوفي الكرام يبقى فيه تحيه كبيره له جدا جدا. وخلوني ابدا بالاعلان الكبير، زميلي وصديقي العزيز الأستاذ جورج قرداحي. الزميل والصديق العزيز الكاتب السياسي والإعلامي الشهير والمستشار السابق لرئيس الجمهورية الأستاذ أحمد المسلماني. هتقولوا كل واحد صديق، والله اصدقائي، يعني انا مش بقول كده، يعني والله العظيم، يعني الصديق العزيز جدا والزميل الفاضل الاستاذ هشام سليمان المنتج المعروف ورئيس شبكة قنوات دي ام سي. الزميل والصديق المهندس حسام صالح المدير التنفيذي لإعلام المصريين وهي الشركة المالكة لشبكة قنوات اون تي في. طيب عظيم جدا، سؤال بسيط قوي، هل احنا بنواجه منافسة كإعلام مصر سواء إعلام قطاع قنوات فضائية خاصة ولا اعلام الدولة او اعلام الحكومة من اعلام اخر موجود في الخارج، اعلام دولي بترصد ليه امكانيات كبيرة؟ الاجابة وعشان كده احنا بنعمل الحوار بتاع النهاردة. بس ايه نوعية هذا التحدي؟ هعرف الاستاذ جورج قرداحي فليتفضل. تفضل يا فندم. اولا يسعد صباحكم جميعا. اسمحوا لي بداية أن أشكر زميلي وحبيبي ورفيق الدرب منذ سنة في أيام الام بي سي الأستاذ محمد مرداش. ولي شرف أن أكون معكم اليوم في هذه الجامعة العريقة، هذه الجامعة التاريخية التي خرجت رجالا عظماء في مصر وفي العالم العربي. أنتم محظوظون بأن تكونوا في هذه الجامعة، هنيئا لكم. وتحيتي إلى رئيس هذه الجامعة دكتور محمد عثمان الخشت وإلى عميدة الإعلام في الجامعة الدكتورة جيهان يسري. ولي الشرف أيضا أن أكون جالسا بين هذه الكوكبة من الإعلاميين الكبار زملائي. في شوية صدم شيك من ميين، شوفوا لنا صدى شوي اذا بتريدوا، ما زال في البداية. المشرف على التقنيات قال لي خفف الصدى شوي اذا بتريدوا. بعد التحية بداية لن اطيل عليكم الكلام، اعدكم. ثانيا لست هنا لألقي عليكم محاضرة اكاديمية، إنما جئت لأقول لكم بعض الأشياء التي لها علاقة بمهنتي وبخبرتي التي عمرها أكثر من 40 سنة في الإعلام. مستقبل الإعلام العربي في ظل المنافسة أو التنافسية الدولية، هذا هو عنوان مؤتمرنا اليوم. أولا لنتفق على المصطلحات، يعني أنا دائما كنت أحب أن أقول الأشياء بصراحة، أن أقولها بأسمائها. لنتفق على المصطلحات، الإعلام العربي. أنا لم أؤمن يوما منذ بداية العمل في هذا الإعلام بأنه كان هنالك
إعلام عربي. أنا لا أؤمن بذلك. هنالك إعلامات عربية صحيح، ولكن أن نتحدث عن إعلام عربي وكأنه إعلام موحد فهذه فكرة خيالية لا علاقة لها بالواقع. هي فكرة خيالية كما كنا نقول بالقومية العربية، كما كنا نقول بالأمة العربية إلى آخره. يعني الأحداث التي جاءتنا مع ما سمي بالربيع العربي كشفت لنا كم أن هذه الأمور لم تكن واقعا أبدا، يعني ولا حتى الجامعة العربية، مع احترامي لممثل الجامعة العربية. لذلك لنتفق على المصطلحات، أنه ليس هنالك إعلام عربي، هنالك إعلامات عربية. فكيف سيكون مستقبل هذه الإعلامات العربية؟ عندما يمكننا أن نتحدث عن مستقبل العالم العربي، عندئذ يمكننا أن نتحدث عن مستقبل الإعلامات العربية. لأنه كان يقال في السابق كما تكونون يولى عليكم، اليوم يقال كما تكونون يكون إعلامكم، وهذا ثابت حقيقة، كما تكونون يكون إعلامكم. فإذا كيف سنكون نحن كعرب في المستقبل؟ هكذا سيكون إعلامنا في المستقبل. الحقيقة أي مستقبل للعالم العربي؟ هذا الأمر ما زال حاليا قيد المخاض، يعني لا أحد منا يمكن أن يستشف مستقبل العالم العربي حتى نتمكن من استشفاف مستقبل الإعلام العربي. ولكن هنالك تحديات كثيرة آتية علينا على هذه الإعلامات العربية من الخارج، وهذه التحديات آتية من جهات عديدة، جهات في الغرب وأيضا جهات في الإقليم، جهات متواجدة معنا هنا في الإقليم، في منطقة الشرق الأوسط، في يعني المناطق المحيطة بالشرق الأوسط. هنالك تحديات تأتينا من هذه الإعلامات، فكيف سنواجهها نحن في إعلاماتنا العربية؟ هذا تحدي كبير، وأعتقد أن الإجابة عليه صعبة. بس حضرتك شايف أن في تحدي كبير بيواجه الإعلام. خلاص العالم اللي سبقت الإعلام العربي، ونقول تعالى نتكلم مجازا عن الإعلام حتى المصري، الإعلام المصري محلي. ما فيش شك إن هو يعني يا جماعة كل الدنيا عايزة تستأثر بالكعكة الإعلامية، يعني كل القنوات الفضائية اللي موجودة في العالم دي بكل بساطة بتستهدف المشاهد. كل واحد عايز يستحوذ على المشاهد ويستحوذ بالمشاهدة لأسباب عديدة معروفة. طب كويس، انت كإعلام بلدك او كإعلام محلي بماذا تتحصن لكي لا يلتفت او يعزف المشاهد بتاعك على متابعة الإعلام اللي جاي من الخارج؟ صديقي معتز، انا اعتقد انه الاخطار المحيطة بنا نحن بإعلامنا هي من عندنا في الداخل وليست من، هي اكثر من انطلاقا من عندياتنا اكثر من الاتي الينا من الخارج. كويس. كما سبق وتفضل ممثل الجامعة العربية عندما تحدث عن هذا الاعلام الذي نشأ في عالمنا العربي مع ما سمي بالربيع العربي، هذا الاعلام الهدام الذي استخدم من قبل جهات متعددة، من قبل فئات متعددة، فئات تهدف إلى تخريب هذه الأمة العربية، إلى تخريب المجتمعات العربية وليس فقط الدول والأنظمة. بقى يعني لاحظ كم كان الضرر كبيرا في هذا الواقع الذي شاهدناه بالسنوات القليلة الماضية. لذلك الخطر على إعلاماتنا العربية هو من داخلنا، من عندياتنا، من الداخل. تمام، شكرا استاذ جورج قردعي. هنقل الحوار مع الضيوف الاخرين، نديهم فرصه وارجع لك تاني. اخد معلش منك الميكروفون بعد اذنك. استاذ احمد المسلماني، اعلام ضعيف في مواجهه منافس قوي، ايا كان المنافس ده
مين مصدر تمويله او هو جاي منين او بيتبع لاي جهه، في الاخر هتدخل في جيم او في معادله مش هتقدر تبقى كسبان فيها. واحنا عايزين نبقى كسبانين في معركه اعلاميه اتفتحت دلوقتي على مصراعيها. انا عايز حضرتك تقول لي ايه الادوات اللي ممكن اعلامنا يفضل يشاهد ويفضل قوي ويفضل في الاخر مؤثر باعتبار ان التأثير هو الهدف الاساسي. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير جميعا. انا سعيد بصديقي الاستاذ معتز بن الباش والمنصة الكريمة، وسعيد ان اكون في رحاب جامعة القاهرة، وانا خريج اقتصاد وعلوم سياسية. اعلام واقتصاد وعلوم سياسية كانوا مبنى واحد في السابق، ودفعتي اعلام بيعتبر نفسهم احنا معاهم دفعة واحدة. وهنا كمان رشا نبيل ومحمود الواري وانا اقتصاد وعلوم سياسية، احنا في ثلاثة، فاحنا لوبي مهم. لكن في حضور الكلية الرائعة المحببة الى قلبي والتي تحظى باحترام كل المثقفين، كلية الاعلام جامعة القاهرة. فانا سعيد جدا وانا سعيد ان يكون رئيس الجامعة فيلسوف استاذ الفلسفة الدكتور محمد عثمان الخشت، واللي قالوا عن الجيل الثالث من الجامعة وضرورة العلوم البينية ودخول العلوم السياسية والاجتماع وعلم النفس وحتى العلوم الطبيعية إلى كلية الإعلام حتى يتخرج المحرر العلمي والمحرر الاقتصادي والمحرر السياسي. أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية. ما تفضل به الأستاذ معتز بن رباش والأستاذ جورج قرداحي الحقيقة في منتهى الأهمية، ولدي إجابة مباشرة. السياسة فن الممكن، ولا يوجد مستحيل إلا عند الذين لا يريدون أن يكملوا مسيرة الحياة. هل يمكن كسر الاحتكار الإعلام الغربي؟ خلينا نقول بداية، الإعلام العالمي هو الإعلام الغربي. لما نقول ما هو الإعلام العالمي؟ الإعلام الغربي. ما هو عنوان الإعلام العالمي؟ CNN BBC، ثم محطات وصحف أخرى. لما نشوف حالة الاستعلاء التي ظهرت بها CNN، لما يقولوا ان احنا هنغطي حتى اخر ساعة في العالم، لما يقول احدهم سوف ننقل او سوف تنقل محطة CNN يوم القيامة على الهواء في نهاية العالم، بنتكلم على حالة من الاستعلاء والقوة. تدرك امريكا ان طيارة واحدة F-35 ثمنها اكتر من 100 مليون دولار. كل إعلانات مصر التي تسيطر على الإعلام في مصر، لأن أول معركة يجب أن نخوضها تحرير الإعلام من الإعلام. كل إعلانات مصر التي أغرقت الإعلام المصري في هذا المستوى اللي فيه درجة عالية من الركاكة والضعف وعدم القدرة على المنافسة العالمية، هي بمعدل طائرة واحدة F-35. تدرك الدول إن طائرة أو دبابة أو طيارة هي بتمن كل ما يمكن أن تنفقه على الإعلام. ده سلاح وده سلاح. الإجابة المباشرة CNN BBC محطات الغرب الكبرى. جاءت روسيا، واللغة الروسية ليست لغة عالمية مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، والمتحدثون باللغة العربية أكثر من المتحدثين باللغة الروسية، وقررت أن تنشئ روسيا اليوم، وقررت أن تنشئ سبوتنيك، وبعد سنوات قليلة أقل من عمر قناة دريم المصرية، ولا أقول عمر ماسبيرو، أصبحت روسيا اليوم الآن معدل مشاهداتها على إجمالي المواقع الإلكترونية أكثر من 3 مليار مشاهدة، فيما يزيد على محطة CNN مرتين وBBC 10 مرات. إذن أمكن كسر الاحتكار؟ أمكن أن يكون الإعلام الروسي في مواجهة الإعلام الغربي؟ أمكن أن تشكو أمريكا نفسها من تدخل روسيا اليوم وسبوتنيك في السياسة الداخلية الأمريكية؟ ختاما لسؤال الأستاذ معتز، نعم نستطيع. هل نحن في وضع تنافسي؟ لا. هل نحن في وضع جيد؟ لا. هل نحن في حالة قوة ناعمة حقيقية؟ نحن في حالة قوة سائلة مائعة لا وزن لها. ينبغي أن نقف جميعا وأن نقول نحن فشلنا في أن نصل بالقوة الناعمة إلى ما ينبغي، استطاع الآخرون، يمكننا أيضا أن نستطيع. شكرا أستاذ أحمد المسلماني.
بتفق مع معظم الاستاذ احمد قاله، وبختلف معاه في مساله ان احنا فشلنا، لان انا بعتقد لو بصينا لورا عدد من السنوات كان الفضائيات اللي كانت جايه لنا من كل حته كانت مسيطره جدا على الاسره المصريه وعلى عادات المشاهده جوه البيت المصري. انا بعتقد ان القنوات الخاصه لما وجدت طريقها الى المشهد الاعلامي في مصر تحديدا، واعذروني تعالوا نمسك القنوات الفضائيه المصريه كحاله او كنموذج للحوار بتاعنا، افتكر انها سحبت البساط من تحت بعض القنوات الوافده من الخارج اللي كانت عامله لنا شبه غزو، يعني كانت بتقدم لنا طبعا يعني اعلام محترف، اعلام يتمتع بعناصر الجذب الرهيبه. وبالتالي انا اعتقد رغم احتياجنا الشديد لتطوير قنواتنا، بس لا، قنواتنا دلوقتي بعيدا عن القنوات الاخباريه، استاذ مسلمان يتكلم على CNN وروسيا اليوم، وعندك هيئه الاذاعه البريطانيه BBC، وعندك فرانس 24 الفرنسيه، وعندك الدويتش فيلا، وعندك كل هذه القنوات اللي بتاتي عبر الفضاء هي قنوات اخباريه بالدرجه الاولى، اعتقد بتتمتع بمصداقيه عاليه لما لها من صوره محترفه وادوات يعني مهنيه عاليه الجوده بترسخ في ذهن المشاهد المصداقيه، وعشان كده بتتشاف. هروح للاستاذ هشام سليمان باعتباره مسؤول عن واحده من اهم الشبكات الموجوده في مصر حاليا، شبكه قنوات DMC، سواء القناه العامه او الدراما او الرياضه. وهساله سؤال مباشر، هل احنا واحنا بنحدد المحتوى، انا عارف ان هشام وهو صديق عزيز ما بقالوش كتير في هذا المنصب، يمكن يعني مدة لا تتجاوز الشهرين، يمكن أقل، 40 يوم. هل وإحنا بنحدد المحتوى اللي بنضع بيه الرؤية بتاعت القناة أو الخريطة البرامجية بتاعت القناة؟ هل إحنا حاطين في اعتبارنا وإحنا بنحط قناة يشاهدها المشاهد المصري والعربي مسألة التنافس، ولا ده غايب عننا؟ ولما بتنافس بتنافس في ايه؟ يعني هل انت عايز تقدم دراما اكتر ولا منوعات اكتر ولا نشرات اخباريه تحظى بمشاهده عاليه لما لها من مصداقيه عاليه مع المشاهد المصري، ولا بتروح للكوره علشان الكوره ليها فورشور اللعبه الشعبيه اللي بتجيب مشاهدات ومن ثم مردود اعلاني كبير، ولا ايه؟ ايه الحكايه؟ مساء الخير جميعا. طبعا انا بشكركم ان انا موجود في وسطيكم هنا. وخليني قبل ما اجاوب اجابه الاستاذ معتز، عندي بس ملاحظه، النظري والعملي دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، وانا موجود هنا عشان طول الوقت حاطط قدامي النظري والعملي. النظري ان احنا لما جينا هنا عدى على المنصه المايكات كلها موجوده، والمايكات اللي احنا ركبناها موجوده. العملي ان المايكات دي ما اتجربتش، ما حدش فكر ان هو يقول تعالى يا جماعه نعمل تيست صوت قبل ما الناس تطلع. ده الفرق بين الناس اللي عندها خبره في التدريب او في العملي والناس اللي عندها نظري. نظري كل الحاجات صح، احنا عندنا المسرح موجود، الخمس كراسي مرصوصين، المايكات كلها موجوده، بس العملي ان احنا المايكات دي تشتغل، والتدريب هو اللي هيديكوا الفرصه بكده. عشان كده بقول لكم فرصتكم حلوه جدا ان انتوا تمسكوا في موضوع البرنامج التدريبي ده، هو النقله بتاعتكم ان شاء الله ان انتوا تبقوا زملائنا بعد سنه او سنتين او ثلاثه ايا كان. خليني اجاوب على استاذ معتز. عايزين بس التحيه كبيره للكلام اللي قاله الاستاذ هشام ده يا جماعه. انتوا نمتوا ولا ايه؟ انا عايز صحصحه. برافو. اجاوب على الكلام اللي قاله الاستاذ معتز. هو ان النهارده في مستقبل الاعلام العربي في ظل التنافسيه الدوليه، تقول ان احنا كم قناه فضائيه او فضائيه فتحت قنوات كتيره جدا جدا جدا. التنافس ما بين الفضائيات دي او التنافس ما بين القنوات دي هو اللي هيوصل للمشاهد، بس انا عشان اوصل للمشاهد وسياسه القضيه عندي ان احنا نوصل للمشاهد لازم احط المشاهد ده قدام عينيا. انا لو انا في البيت في بيتي، البيت ده غير السينما خالص، السينما انت بتنزل تروح لها وبتاخد ولادك وتروح لها وبتاخد مواصله عشان توصل للسينما، انت رايح بارادتك.
لكن مش بإرادتك ان انت تتفرج على اللي عندك في التلفزيون. دلوقتي بقى بإرادتك ان انت تتفرج، بقى عندك ريموت كنترول في ايدك تقول شوف دي قناة عجباك. لا 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 لا، ده تنافس ما بين القنوات. لو حضرتك بتسألني القنوات احنا بنعمل تنافس في ايه، احنا نمرة واحد عايز التنافس نخلي كل الجمهور. اتمنى ان دي ام سي تبقى القناة الاولى، واتمنى ان احنا يبقى عندنا ده، ان بس عشان يبقى عندنا ده لازم اشوف انا حجمي ايه في وسط الناس اللي حواليا. بمعنى ان انا النهارده لو قلت انا هعمل تنافس في الاخبار، تنافس الاخبار ده مهم جدا جدا جدا، بس مع احترامي مفيش حاجه اسمها تنافس في الاخبار. الخبر في كل القنوات لازم يطلع خبر واحد، يبقى ما ينفعش انا عشان اتنافس مع الناس التانيين اروح حاطط ملح وفلفل على الخبر بتاعي، احط شطه، اعمل برنامج حواري يخلي الناس يكسر الدنيا. ما ينفعش اعمل برنامج اقول النهارده ان مثلا وزاره الداخليه وعدد اللي توفى ان هم 14 ولا 50 ولا 56، ده مش سبط صحفي، ده عمره ما كان سبط، عمره ما كانت تنافسيه. التنافسيه الاحترافيه في التنافسيه هي المصداقيه. يبقى انا نمره واحد هحط في دماغي ان انا اعمل مصداقيه في قناه الاخبار بتاعتي. بالنسبه للرياضه انا مش ما عنديش فلوس كتير زي اون مهندس حسام قاعد اهو، ما عنديش فلوس كتير زيهم، بس اللي اقدر اعمله ان انا اعمل استوديو تحليلي كويس، رغم ان انا في الاستوديو التحليلي بتاعي ما بقدرش اشوف الماتش. يعني لو عندنا ماتش في منتخب مصر انا ما اقدرش اتفرج على ماتش منتخب مصر، بس اللي اقدر اعمله ان انا اجيب نجوم منتخب مصر يتكلموا عليه. فقدرت اجيب الكابتن حسن شحاته والكابتن احمد حسن، الناس اللي كلهم عندهم مصداقيه لما يتكلموا على كوره حتى ويشرحوا الكوره يبقى الناس شايفه قدامها الصوره، رغم ان انا ما عنديش الصوره. واهم حاجه في التنافسيه هي الصوره. انا النهارده قناه فضائيه ما عندها الصوره، فده عيب كبير جدا. بس في نفس الوقت احنا بنحاول نتغطى العيب ده ان انا اعمل لك صوره خياليه، ان انا بشطاره ان اقدر احكي لك الهدف، احكي لك قصه الهدف، احكي لك اللي قبل الهدف وبعد الهدف، فانت تقدر تفكر معايا. لكن انا مثلا بيجي على قناه الدراما، قناه الدراما بنختار الحاجات او اختارنا الحاجات اللي ليها. لو انا في البيت كنت احب اتفرج على ليالي الحلميه، احب اتفرج على عيون لفؤاد المهندس. ففكرنا ان احنا نعمل خلط ما بين القديم والجديد، والحمد لله قناه الدراما النهارده احنا عندنا جايزه بنستلمها بكره، احسن قناه في رمضان طلعت السنه دي الحمد لله، الاهرام جريده الاهرام ادتنا الجايزه دي. ده بالنسبه لدي اشكركم. انا مبروك. بالنسبه للقناه العامه، انا لما اجي اتنافس في القناه العامه لازم احط فعلا العيله المصريه قدام عينيا. انا لو فكرت ان انا هرضي الاب او هرضي الام او هرضي الطفل انا ما عنديش اي تنافس. لكن انا لو فكرت ان انا برضي عيله مصريه، لان العيله المصريه اللي هي الموجوده هنا والموجوده في اسوان والموجوده في الاقصر والموجوده في سوهاج والموجوده في طنطا، لو انا رضيت العيله المصريه دي كلها يبقى رضيت مصر كلها. اعتقد من هنا هيبتدي التنافس الشريف ما بيننا وبين الناس التانيين، لان انا عملت حاجه حلوه اللي جنبي هيحاول يعمل احلى منها، اللي ورايا بيعمل احلى. عشان كده في الاخر خالص الاعلام بتاعنا هيستفيد، او الرساله بتاعتنا اللي احنا عايزين نوجهها كلنا كاعلاميين ان احنا نعمل مستقبل مشرف لمصر. اعتقد ان هي التنافسيه بيننا وبين بعض هي في المحتوى اللي احنا بنديه زي ما قال الاستاذ معتز. طب شيء عظيم جدا، بس يعني افهم من الاستاذ هشام سليمان ان مساله التنافس ده مساله حاكمه وانتوا بتحطوا محتوى القناه. يعني انت مش بتحط عايز تعمل قناه حلوه تشاهد وبس، يعني عينك على سبيل المثال مثلا على قناه ام بي سي مصر، بس عايز تنافسها، عايز الريتنجز بتاعتك لو فرضنا ان في ريتنجز في وقت من الاوقات تسبقها في سباق التصنيف. مش بس سباق التنظيف، ان انا ابص على قناه ثانيه. انا كمان ببص على برنامج ثاني. يعني وانا قاعد مع الناس بقول لهم يا جماعه نفسي نعمل حاجه زي صاحبه السعاده. ده حقيقه صاحبه السعاده بكن لها كل الاحترام. او 90 دقيقه مثلا او 90 طبعا انت معتز حبيبي. طيب اوكي، اذا الاستاذ هشام سليمان يقر بان مساله التنافس مساله مهمه جدا وحاكمه جدا في وضع محتوى البرامج والخرائط البرامجيه والقنوات. يا ترى التركيز على المحتوى الرقمي والويب سايت والمواقع اللي هي بتدخل في شراكه وبتدخل في نسب متابعه عاليه جدا على الاونلاين، احنا في 2017 وبعد كام يوم هنبقى في 2018، هل ده بيدخل ضمن التنافس ولا بره التنافس؟ سؤالي موجه للمهندس حسام صالح رئيس اعلام المصريين. اتفضل يا باشمهندس. شكرا يا استاذ معتز، وشكرا للحضور الكريم، وشكرا ل
وجودي في وسط هذه الكوكبة. خلوني أقول يعني قبل ما أروح للإعلام الرقمي، هو لو أي حد بيشتغل في مجال الإعلام ومش ناوي ينافس ما يجيش أحسن، صح والله، يعني ملوش لازمة. هو أنت بتبقى موجود في أي مكان عشان تنافس، في أي وظيفة عشان تنافس، في أي موقع حتى لو قبل ما تتخرج أنت موجود عشان تنافس برضه. مفيش حد اللي هيكتفي بالتقليدي أو الاعتيادي أو فوق الاعتيادي بحتة صغيرة، حضرتك مش رايح في أي حتة. فالنهاردة إذا ما كنتش ناوي تنافس يبقى ملوش لازم. هاجي لي المقومات المنافسة، مقومات المنافسة كتير جدا وبتتعدد، سواء كانت من أول في الإعلام بالذات، من أول الإدارة للإمكانات، والإمكانات بتتعدد. يعني أنا النهاردة لما بتكلم على إمكانيات بتكلم على إزاي ممكن أنك أنت تقدم إعلام هادف ويوصل لي المواطن ويخلي المواطن المتلقي لي مستمتع بيه، وفي نفس الوقت بيدي لي رسالة أنت رايح في أنهي اتجاه. طبعا في كل وسائل الإعلام في العالم كله، وزي ما الأستاذ أحمد كان بيتكلم على وسائل الإعلام العالمية زي CNN وبي بي تي وكده، دائما في رسالة ودائما في توجه ودائما في اتجاه، وهو بيزق في الاتجاه ده ويزق في الرسالة دي. لما روسيا اليوم طلعت أو RT طلعت بالمختلف الوسائل بتاعتها، كل الحاجات اللي طلعت بيها طلعت بيها، وزي ما الأستاذ أحمد قال لو حضرتك تاخد بالك من الرقم، هو ما راحش ينافس CNN في الإعلام التقليدي، راح ينافسها في الإعلام الرقمي، عشان هي دي بقت الوسيلة. من أول 2009 ابتدى التحول يروح ناحية الإعلام الرقمي، ف 2013 ابتدى يبقى فيه ما يسمى بالإعلام التفاعلي 100%، يعني كل واحد قاعد جوه القاعة دي إعلامي، كل واحد قاعد جوه القاعة دي بيقدر يطلع رسالة دلوقتي حالا توصل لملايين من على أي وسيلة من وسائل التواصل النهاردة، اللي هو نفس الزملاء اللي موجودين على كاميرات هنا دلوقتي بيحاولوا يعملوه لآلاف بيتفرجوا على القناة دلوقتي. يبقى احنا عندنا منافسة شرسة في اتجاهات كتير قوي. انا بتفق ان الاخبار هي نفس الاخبار، انما الاخبار هي نفس الاخبار على حسب الكونتنت اللي بتحط جنبها. عندنا شواهد بتقول ان في قنوات حطت لنفسها صبغة الاخبار، وبعدين بعد شوية ابتدت القناة دي تبقى بتدي رسالة معينة، رسالة غير مرغوب فيها، رسالة مش عايزينها، بس هو عارف يكسب ارض بان هو قناة اخبار، وقناة الاخبار والخبر لا يكذب وكل الكلام الجميل ده، فخدني معاه لحد حتة معينة، ولازم ابقى عارف المشاهد والمتلقي بتاعي عايز يسمع ايه. النهاردة زي ما الأستاذ هشام كان بيتكلم، الدراما حاجة مهمة للمشاهد المصري، الرياضة حاجة مهمة للمشاهد المصري. عشان كده لما نتكلم على يمكن التجربة اللي احنا خدناها في اون، ان احنا نشتغل على حقوق البث الرياضي، دي كانت حاجة مهمة جدا لمصلحة المشاهد المصري، ان المشاهد المصري من حقه يتفرج على الماتشات، مش من حق حد يحتكرها، وهنفضل نكافح لحد ما نكسر لحد. فلو احنا بنتكلم على ده، على بنتكلم على ترفيه يا جماعة، قناة اون تي في وبدون اي تحيز، يعني هي قناة انا ما بشتغلش فيها، انما تنتمي لمنظومة الاعلام المصري، مفيش شك انها مؤخرا بقينا نشوف ماتشات اللي هي المفروض كانت حكرا على قنوات اخرى جاية من الخارج، مع احترامي الشديد لكل القنوات، اصبحت موجودة في قناة مصرية، وده انجاز كبير يستحق تحية كبيرة على فكرة. ماتش مصر والكونغو اللي تأهلنا فيه لكاس العالم كان منقول على اون تي في الرياضية، والماتش اللي قبليه عقبال بقى ما كاس العالم نفسه يبقى منقول عليها، مش كده؟ ربنا يسهل، ربنا يسهل. شكرا، خلصت يا باشمهندس؟ انا هروح بس لحته واحده بس في الاعلام الرقمي،
الإعلام الرقمي لكل المهتمين بالإعلام، لكل من يدرس الإعلام. حضرتك زي ما بتدرس كل حاجة تخص الإنتاج في الإعلام التقليدي، أرجوك لو مش بتبص على الإعلام الرقمي لازم تجري تبص عليه دلوقتي، لأن هو ده اللي جاي في المستقبل. بعد شوية الكاميرات اللي حضراتكم شايفينها دي مش هتبقى موجودة هنا، هيبقى القاعة دي لما بتتعمل بتتعمل جواها كاميرا بتنقل على التلفزيونات على طول وبتنقل أونلاين دايركت، ما بقناش محتاجين ده. الكاميرا اللي بتجري قدامنا هناك دلوقتي دي، الكاميرا دي كونكتد دايركت على ساتلايت على القناة على طول، بعد كده هتبقى الكاميرا دي كونكتد دايركت على الانترنت، فهتبقى بتتفرج على الخبر دايركت. لا يوجد حد النهاردة في اي قناة تلفزيونية والأستاذ هشام موجود يقدر يقطع عليك الخبر، ما يحصلش. انما ما تحاولش تستنى ان انت خبر سياسي او عسكري او تقليدي من النوع ده كأنه ماتش كورة. احنا حاولنا نتابع في الفترة الأخرانية بعض الأخبار على إنها ماتش كورة، اللي هو استشهد كام، طب حصل ايه، طب كام رصاصة، طب كام شهيد، طب كام أسرناه، طب كام ضربناه. ده مش ماتش كورة، ده خبر بيتقال في الآخر. شكرا شكرا المهندس حسام صالح. وعلى فكرة انا شايف كله قاعد في مكانه. المهندس حسام قال لك لازم تجري تروح تتفرج على الاونلاين، ما حدش جري ليه؟ دي نقطة على فكرة. هو مفيش الغدا لسه، ها نيشان ايه اللي حصل؟ مفيش نسكافين، الشباب يفوق شوية. الجلسة اونلاين والله، يعني احنا جارين اوريدي. سؤالي ايه رأيكم شخصا الامور شوية، نشخص الامور. سؤالي للاعلامي الكبير جورج قرداحي، صاحب ربما اكبر البرامج التلفزيونية مشاهدة على مستوى مصر والعالم العربي في وقت من الاوقات، وهو برنامج من سيربح المليون، وصاحب برنامج ايضا كان بيحظى بنسب مشاهدة عالية جدا، وهو برنامج المسامح كريم. وسؤالي للأستاذ جورج دلوقتي، لما بنتكلم على التنافسية، هل انتوا قررتوا لما عملتوا مثل هذه البرامج ان التنافس مش هينفع الا لو لجأنا الى البرامج الفورمات المقتبسة الواردة من الخارج، باعتبار ان احنا كعرب غلابة وما مش عارفين نعمل برامج بتاعتنا احنا؟ اعذرني يعني، بس معلش السؤال ده مهم قوي ان انا اعرف اجابتك عليه. يعني سؤال طرح علي عدة مرات، هذا ليس جديدا، هذا السؤال طرح. الحقيقة انا اعتقد انه اقتباس البرامج من التلفزيونات الغربية له فائدة، ومتابع من قبل الجمهور العربي، خاصة اذا احسن انتاجه واذا احسن تقديمه الى الجمهور العربي. مثلا برنامج من سيربح مليون بصيغته وبتعريبه باعطائه هذه الصبغة التي لها علاقة بالثقافة العربية وبعمق الثقافة العربية، جعل من هذا البرنامج برنامجا طلائعي بالنسبة للمشاهد العربي. المسامح كريم ايضا عندما عربته، عندما اخذت القضايا التي تهم الجمهور العربي، كان برنامجا ناجحا. ولا غير الاساس برنامج فرنساوي مش كده؟ هو عنده في برنامجين، في برنامج ايطالي شبيه به وفي برنامج فرنسي ايضا شبيه به. ولكن هنالك اختلاف بسيط في الصيغه بالنسبه للمسامح كريم. بس انه يعني شو المانع انك تاخذ افكار ناجحه في الغرب، وشو المانع تاخذ افكار تمت تجربتها في الغرب، تمت اجراء الاختبارات عليها، لانه معنا الاساتذه الكبار رؤساء المحطات، يعني كي تقدم برنامجا ناجحا يجب ان يمر بعده اختبارات. فاذا اختبرت هذه البرامج في الغرب واخذتها انت وهي جاهزه وقدمتها للمشاهد العربي، ما المانع من ذلك؟ انا ارى ان هنالك اثراء للانتاج العربي، الانتاج التلفزيوني العربي.
طيب كلام جميل جدا. اذا الاستاذ جورج قرداحي شايف ان مفيش مشكله في برامج الفورمات واتفق معاه طالما بنثري الثقافه التلفزيونيه وثقافه المشاهده. ولكن استاذ جورج بكل صراحه انا خليني اقول لك شغلي بس ضيفها ووضحها. اتفضل. يعني اذا كانت بعض المحطات بالاحرى معظمها يستورد افكارا من الغرب وبرامج فورمات جاهزه من الغرب، هذا لا يمنع ان هنالك ايضا برامج محليه ناجحه. يعني نجاح البرامج لا يقتصر فقط على الصيغ المأخوذة من الغرب. هنالك برامج كثيرة في محطات تلفزيونية عربية سواء في مصر في لبنان في الخليج، برامج محلية وناجحة ولها قبول كبير وواسع من قبل المشاهد العربي. أيام الـ 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 الزمن تعال نقول الذهبي لبرنامج من سيربح المليون، وهو برنامج فورمات هو wants to be a millionaire، كان مع التجربة الأولى. يعني التجربة الأولى أيام ما بدأ مع الـ NBC وكنا كلنا في لندن، وكان اشتغلتم كتير على نقله إلى النسخة العربية لو جاز التعبير. هل كنت تشعر بعد نجاح هذا البرنامج الهام بأنك أنت خارج إطار المنافسة؟ هل مسألة المنافسة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة كانت بتشكل ليك أي أهمية، ولا كنت حاسس أنك أنت لك تنافس؟ لا انا اشعر اني انافس، يعني ما فيني اقول انه لا انافس، يعني ما حدا منا صار بالطبقات العليا. ما لا، هنالك دائما منافسه وهنالك تحدي مستمر لكل برنامج يمكن ان اقدمه. بس يعني اذا لو ايوه اذا فهمت سؤالك جيدا، انه هل المنافسة لا تأتي إلا من البرامج المستوردة، برامج الفورمات؟ بقول لك لا، في منافسة أيضا تأتي من برامج محلية تنتجها التلفزيونات المحطات المحلية في العالم العربي وتحظى بنسب مشاهدة عالية جدا. طبعا هنالك برامج حظية شوف مثلا خذ برنامج استوديو الفن الذي كان يقدم بلبنان، تصور قديش كان ناجح هذا البرنامج في زمنه، ما كان في بعد لا ذا فويس ولا عرب جوت تالنت، ولا كان هذا استوديو الفن بالسبعينات والثمانينات والتسعينات من انجح البرامج الفنيه على الاطلاق، وكان انتاجا محليا لبنانيا. وده شيء بنشجعه جدا، لو في برامج منتجه محليا وبتنافس. احنا لسه بنتكلم عن المنافسه استاذ جورج، واسمح لي ان انا اوجه الحوار للاستاذ احمد المسلماني. شكرا، اتفضل. استاذ مسلماني، احنا شخصنا زي الطبيب لما بيشخص مشكله او بيشخص مرض بس بعد كده بيدي العلاج، فاحنا شخصنا الموضوع، وحضرتك ضربت نموذج ناجح جدا اللي هو روسيا اليوم، راشا توداي، وانا قلت فرانس 24 والبي بي سي وكل هذه القنوات. مصر محتاجه تعمل ايه عشان تطور من أدائها الإعلاني عشان توصل بأقصى درجات المشاهدة والمصداقية لدى المشاهد المتعطش لإعلام محترف ومهني ومحترم؟ أنا عايز أثمن ما سمعت من السادة المتحدثين في هذه المنصة الكريمة، والحقيقة إجابتي المباشرة: الفكر يسبق السياسة، والسياسة تسبق الإعلام. قبل ما أقول كيف يتصرف الإعلام، ما هي رؤية السياسة للإعلام؟ وقبل ما أقول رؤية السياسة للإعلام، ما هي النظرية الفكرية؟ إيه هو الطرح الفكري؟ إيه هي الرؤية الفكرية لمصر في المستقبل؟ إذا برنامج الأستاذ جورج قرداحي من سيربح المليون هو سؤال بيطرح على الوطن، من سيربح المستقبل؟ عشان نجيب على هذا السؤال لابد يكون في إطار فكري، ثم رؤية سياسية، ثم رؤية إعلامية. لو جينا للإعلام، ممكن أحاضر في ذهني الآن إنه الأسماء اللي هي موجودة في الإعلام، أسماء القنوات والمحطات نفسها، ربما تحتاج إلى مراجعة. ده احنا لسه ما دخلناش في المضمون. الفيلسوف الجزائري مالك بن نبي بيقول إنه الملبس ممكن يولد حالة نفسية، الشكل يؤثر على المضمون.
لو الإنسان لابس ملابس استرخاء هيشعر بالنوم، لو لابس ملابس رياضية هيشعر إن عنده رغبة في الحركة والتريض. فإحنا لو جينا لفكرة الأسماء نفسها من أول ما سبيرو ما بدأ المرحلة الأخيرة من التطور من 20-25 سنة اللي هي سلسلة قنوات النيل. طيب أنا نفسي أعرف ليه قناة النيل الأخبار اسمها النيل الأخبار؟ ليه اسم النيل في الموضوع؟ ليه اسم النيل سات؟ ليه مش اسمه كايرو سات أو إيجيبت سات؟ يعني فين اسم مصر في الموضوع؟ النيل بيمر بعدة دول، والرمز المصري القاهرة، مصر، الأهرامات، لوكسور، يعني في أسماء براندات عالمية موجودة. فعلشان خاطر الوزير وقتها بيحب النيل حسب ما قال، بدل ما يسكن على النيل خلى كل القنوات اسمها النيل الثقافية والنيل الأخبار والنيل لكذا. فأنا شايف ده من أول الاسم، رغم أن قناة النيل الأخبار قناة إخبارية محترمة. تيجي بقى للقطاع الخاص، واتكلمت فيه قبل كده، سي بي سي والنهار عملوا اندماج في محطة إخبارية، عندنا براند مصري اسمه سي بي سي وبراند مصري اسمه النهار، وبراند النهار مختلط بأن في النهار اللبنانية صحيفة كبرى والنهار الجزائرية محطة تلفزيونية كبرى. في عندك براند سي بي سي مصري تماما، براند النهار مصري مع اختلاط عربي. طيب يبقى أنا عايز أعمل قناة إخبارية أسميها سي بي سي نيوز أو النهار نيوز، سي بي سي أخبار أو النهار أخبار، لا تبقى إكسترا نيوز. طب أنت جبت منين هذا الاسم اللي هو لا يعبر عن ده ولا عن ده؟ طب لما أجد وقت القنوات الإخبارية المصرية من أول النيل الأخبار ومن أول اللي هي كمان قناة إكسترا نيوز، وهي قناة محترمة ومتميزة وفريق العمل فيها متميز جدا، فين بقى مصر؟ لما أنا بشوف روسيا اليوم، فرنس 24، واللي هم مش أسماء دولهم لأن هم سبقوا وبقى اسمهم معروف، بي بي سي بقى بريطانيا، سي إن إن تبقى أمريكا. فأنا دلوقتي محتاج خبير في التسويق والبراندينج. مفيش المواضيع خارج إطار الاحتراف بالضبط. فأنا لما أجي أقول لو أنا هنقل في تلفزيون هولندا أقول وقالت محطة كذا، اللي هي تدل على إيه؟ على شكلا. تعال بقى أكمل شكلا. الأهرام، الأهرام إلى الآن الأهرام ويكلي. طب أنا عايز أخاطب العالم بالأهرام ويكلي، المفروض يكون الأهرام تايمز اللي هو يومي وعلى مدار الساعة وعلى مدار الثانية أكون موجود على الموقع بتاعي. فلما أنا عايز أقول للعالم ما يخص رسالة سياسية للدولة أو الوطن أو رسالة فكرية، فيبقى بياخد من الأهرام تايمز مش الأهرام ويكلي. مثل آخر، الهيئة العامة للاستعلامات. طيب ده اسم بيروقراطي رقيق، رغم جهد الصديق ضياء رشوان في الهيئة دلوقتي سميها وكالة الإعلام الخارجي. ضياء لسه جاي جديد يعني، مش بتكلم لا ده حتى بدءا من الشكل، وانت الرسالة عايز تعملها ايه؟ لما انا اقول الهيئة العامة للاستعلامات انا عملت هيئة بيروقراطية، لما اقول وكالة الإعلام الخارجي بداية القصيدة براندي بتعطي الى اين؟ بقي مثل عايز اقوله برضه في الاسماء الرقيقة، مدينة الانتاج الاعلامي. انت عندك السينما المصرية السينما الثانية في العالم، وعندك حاجة اسمها هوليود، وعندك الهنود عملوا حاجة اسمها بوليود، ونيجيريا اللي هي أكبر سينما إفريقية اسمها نوليود. طب حط اسم زي موليود واطرح تحت هذا الاسم بقى صناعة السينما. كل ده إجابة على الشكل، بس إذا الشكل فيه عطب من العبث إن احنا نتحدث كتير في المضمون ده. احنا أول الأشياء اختيار الأسماء، إذا اختيار الأسماء بلا فكر وبلا وجهة نظر إزاي ممكن أمضي في المضمون؟ ختابا إجابة مباشرة، لما تروح اي بلد في العالم، كنت قريب مع وزير الخارجيه سامح شكري في جوبا في جنوب السودان، القناه اللي موجوده الجزيره. تروح اوروبا وامريكا، القناه اللي موجوده الجزيره. طيب الجزيره كنموذج للقوى الناعمه المضاده، انت تواجدك في الخارج باي شكل، ما هي القنوات المصريه او العربيه او الاجنبيه اللي ممكن تكون تخاطب العالم اللي موجود؟